أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق دكتور عاطف العراقي. لكن عاطف أصلي لكن أمين وليس اسم عاطف العراقي، كل الناس تعرف اسم عاطف العراقي لكن اسم والدي هو العراقي. أنا مولود في سنة 1970 في الزقازيق، كنت في المرحلة الابتدائية في مدرسة قديس يوسف في الزقازيق، وفي المرحلة الإعدادية كنت مع والدي مكة المكرمة قعدت فيها المرحلة الأولية كلها، ورجعت هنا المرحلة الثانوية في مدرسة أحمد غرب الثانوية. يعني التحقت الحمد لله بكلية الهندسة سنة 1987، اتخرجت سنة 1992، خدت الماجستير سنة 1997، وفي نفس السنة كنت حصلت على نظام الشريعة الإسلامية، وسنة 2000 حصلت على الدكتوراه، حصلت على أستاذ مشاريع سنة 2005، وحصلت على أستاذ سنة 2012. طيب لو رجعنا ورا شوية، حضرتك كنت بختار كلية هندسة ولا هي اللي اختارتك؟ يعني اخترت كلية هندسة فعلا ومجال مدني بالذات؟ والدي ووالدتي كانوا بيحدثوا فيا أنا أخذ كلية طب عشان أعالج الناس الفقراء و بدون فلوس، بس لما دخلت اولى ثانوي من زمان وانا طبعا بحب الرياضه، من اولى ثانوي بدات العمليه عندي تزيد ان انا حب الواحد للرياضه بدا يزيد، لدرجه ان انا في الثانويه العامه ما ذاكرتش غير الرياضه. يعني انا في الثانويه العامه ما ذاكرتش اي ماده في الست خمس شهور اذاكر الرياضه فقط. طبعا ذاكرت مواد ثانيه بعد كده بس على استحياء، يعني طبعا الرياضه لان احنا علمنا 60 درجه ودرجه كبيره، وكل رياضه كانت تستهوي الواحد. فلما لقيت كده صممت ان انا اخش هندسه، وكان ايام نظام الثانويه العامه ممكن فيها ان الواحد يعيد سنه واثنين وثلاثه، فكنت مصمم لو ما اخش هندسه من اول سنه هعيد ثانويه عامه اثنين وثلاثه واربعه لغايه ما ادخل في الهندسه، لان حسيت ان هي دي لا تشبع ربي. فلما جيت بعد خلصت اعدادي، كان ايامنا اللائحه الموجوده كانت سنتين جنرال سنتين عام وثلاث سنين تخصص. فالسنة قالوا لنا بعد ما خدنا اول سنه قالوا لنا احنا خلاص في لائحه جديده تتطبق سنه واحده جنرال وبعد كده تخصص وفي قسم كهرباء هيفتح جديد. فاخترت ان ادخل قسم كهرباء ونزلوا اسمي في شوف قسم كهرباء. طبعا كنت ليه بحب قسم كهرباء؟ لان قسم كهرباء انا عارف ان الرياضه بتدرس فيه عمق، وكان في بعض الدكاتره بيدرسونا قسم رياضه بيدرسونا ماده الرياضه من قسم كهرباء، فكنت حاسس ان دول وكنت بجل ناس كتير منهم او بعضهم، فكنت مصمم ان اخد قسم كهرباء. بعد ما دخلونا الاقسام وعدت من سنه اسبوعين ثلاثه وفوجئنا ان هم قالوا الوزير ما مضاش القرار بتاع اللائحه، فللاسف اللائحه تتاجل السنه الجايه وهترجعوا تاني للائحه القديمه. طبعا نظرا لان الحمد لله الواحد كان ملتزم جدا بالاستخاره بيستخير ربنا في كل حاجه، فما زعلتش قوي على ان هم لغوا الحلم اللي الواحد كان رسمه لنفسه، بل رضيت باللي ربنا كاتبه وعرفت ان ده في الخير. والحمد لله بعد كده طبعا كان ما كانش قدامي غير قسم مدني اللي هو تشييد وقسم ري وقسم ميكانيكا، اخترت قسم تشييد لان ده كان افضل الاقسام الموجوده قدامي. استمرار حضرتك كان امر ممتع ولا كان امر صعب؟ هو طبعا لو الواحد قدامه هدف فبيهون كل شيء قدامه. يعني مشكلة طبعا معظم الشباب او معظم الناس ان هم مش محددين هدف قدامه، او محدد هدف صغير
الهدف مثلا يبني عماره فما بناها خلاص، او هدف يعمل كذا خلاص هذا، لكن يحدد هدف كبير اصلاح الارض مثلا كلها اكيد يلاقي ان هو مش الطريق بتاعه ومش لاقي وقت ان هو يضيعه في اي حاجه. ليه؟ لان هو قدامه مهام كتيره جدا عايز ينجزها لاجل مصلحته. حضرتك شايف التعليم المفروض يبقى ازاي؟ يعني في بعض الطلبه عندنا شايفه ان التعليم عباره عن شويه معلومات ومش مرتبطه قوي بسوق العمل. هو طبعا المشكله ان كثير من الطلاب بنظره قاصره وبيروجوا لذلك، بيقولوا ان كل اللي احنا بندرسه ده ملوش لازمه. يمكن المقوله دي يعني سمعتوها الاف المرات، كل اللي بندرسه ده ملوش لازمه. ولما نتخرج ده زمايلنا قالوا لنا ان اللي بيتخرج ما بيستفدش من الكلام ده خالص. طبعا الكلام ده فيه مشكلتين. اول مشكله ان في شك ان الناس اللي حطوا المنهج يعني ان هم يعني بيغشوهم. هو احنا مش وظيفتنا ان احنا في الجامعه ان احنا نطلع واحد يقدر يواكب سوق العمل. سوق العمل ده بيتغير كل سنه عن السنه. يعني لو انا قلت قدامي 5 سنين المباني هتتصمم بالطريقه الفلانيه وجيت درستها بالطبع. ثم اتخرجوا لقوا ان الكلام اللي درست لهم هو ده بالطبع، قعدوا يشتغلوا فيه 5 6 سنين اتغيرت طريقه التصميم، فاللي هيحصل ان هم اللي هيحصل ان هم مش هيعرفوا اصلا التنوع الثاني اللي هم بقى خلصوا البشر. مش وظيفتي في الدنيا دايما باكدها مع اعضاء التدريس يعني تكوين الحضرات لما بيتاح لي اسالهم اعضاء التدريس من كليات الجامعه كلها باكد على الحته دي، ان احنا مش وظيفتنا في الجامعه ان احنا ندي المعلومات، احنا وظيفتنا ان احنا ندرب الطالب ازاي ان هو يتحصل على المعرفه بحيث ان هو بعد ما يتخرج ينطلق، اتغير الكود، اتغيرت طريقه التصميم، كان شغال في شركه شغاله في مجال معين وراح شركه ثانيه شغاله في مجال ثاني معين، مش مشكله معايا. ان هو متدرب اصلا على ان هو يقدر في اي مجال باي تغيرات تحصل ان هو يقدر يواكب هذا المجال. فده وجهه نظري، فلازم الطالب ان هو ما يحاولش يجد لنفسه المبرر ان هو يقول لك انا مش ذاكر علشان انا شايف ان الحجاب ملوش لازمه. انت من وجهه نظرك ملوش لازمه، زي بالظبط الطالب اللي في حضانه شايف ان اي بي سي ده ملوش لازمه والف ده ملهاش لازمه. من وجهه نظره، لكن طبعا اكيد اللي بيرسال شايف ان دي هتفيده جدا قدام. فزي ما قلت لحضراتكم هو الدراسه ما هياش عشان تعبي حاجات في دماغك. طبعا قد يكون لا انكر ان قد يكون في قصور في العمليه التعليميه، لا انكر ذلك. لكن برغم القصور الموجود لكن على ما هو عليه المهندس المتخرج من الجامعات المصريه مستواه ان شاء الله تعالى قوي جدا ويقدر ان هو يواكب. ولو طلع اشتغل بره يمكن ده مش كلامي، ناس كتير جدا من زمايلي دي واحد صديقي عزيز شغال في شركه مقاولات كبيره جدا في كندا. فبيقول لي الخريجين اللي بيجوا من العالم كله المتميز فيهم مصر والهند. هما دول الاثنين اللي بيقدروا ان هم يصمموا يديهم اي جوب يقدر يشتغل. اللي يجي لك بقى من الصين ما تقدرش هو يعني توري له الجوب يقدر يعملها زيها 100 مره. لكن جوب جديده ما يقدرش ان هو يقدر يحلها. مصر يا دكتور الناس اوقات بتنجح غصب عنها، يعني اوقات مثلا بتمشي في طريق هي اصلا مش عايزاه، زي اللي بيخش كليه قمه عشان عنده في البيت عايزين كده، او مثلا واحد كان عايز كليه قمه وتنسيقه مش وداه. طب تنصحه بايه؟ هو بس ان واحد بينجح غصب عنه اظن دي من صعب جدا، الا ان يكون كلمه ينجح دي ان هو يبقى بقى مركز مرموق او مش هي دي مش هي دي مش ده النجاح. يعني ان عرض عليا من مصر كتير مترفض، مش النجاح ان هو يكون في مصر، النجاح ان الواحد يقدر يفيد الناس. يمكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا، يمكن ده كان برضه من حاجات الواحد من بدايه طريقه وهو حطها قدامه، خير الناس انفعهم منه. هو ده النجاح. فعشان الواحد يكون ناجح ما ينفعش يكون غصب عنه، لازم يكون داخل المجال اللي هو بيحبه
عشان يقدر ان هو يتقدم فيه ويثبت جدارته. اما ان واحد يكون بيكره مجال ويدخل فيه وانا يذاكر واخد كلمتين ويكمل من وجهه نظري ان ده ما يعتبرش نجاح. من حديث مشهور جدا، كل الناس ياخدوا، كل الناس ماشيه، كل ماشي وكل بيترقى ويبقى دكتوراه ويبقى استاذ ويبقى عميد ويبقى مش هو ده النجاح. النجاح مين اللي يقدر يفيد الناس؟ كتير جدا من الطلبه بيبقى عندهم حلم عايزين يحققوه، نفسهم جدا يحققوه، بس لما بيتخرجوا بيستلموا زي ما بيقولوا كده بالواقع، فبيبداوا يتخلوا عن الحلم الاساسي ليهم يعني، ويبداوا يشتغلوا في حاجه مجرد بس ان الحياه تمشي، زي مثلا هشتغل في مكتب ويقبض مرتب بشكل روتيني معتاد يعني، وساب الحلم الاساسي بتاعه. فكره وطبعا ده قصور. لازم الانسان يكون ثابت على مبدأه وثابت في طريقه، لان لو تخيلت انك انت مثلا عايز تخرج من هنا تروح المحافظه قدامك طريقين، تطلع من البوابه ثلاث اجزاء او ضوابط، لو قعدت متحير انت تخرج من هنا او من هنا وتمشي شويه نحو ضوابط اداب، تقول لا انا هرجع من ضوابط، تمشي شويه وترجع تدخل تاني، تلاقي نفسك في النهايه مش توصل عند المحافظه زي ما كنت بتعرف. ونفس الكلام مفيش مانع ان لو الهدف بتاعي كبير ان انا حتى لو تحول المسار بتاعي همشي كده. فلما الواحد يكون هي دي وجهه نظره ان هو عايز يطور المكان اللي هو فيه، مش هتفرق معاه هو اتواجد هنا او هنا او هنا، هو ماشي في الهدف بتاعه مع اختلاف الادوات اللي بتتاح ليه، هو ماشي في هدفه زي ما هو. يمكن انا شايف اكبر شيء في الاولاد ده يعني هدف مش يعني زي ما قلت، مع الاهداف في اهداف ضئيلة. يعني لما تيجي الطالب في الحضانة تقول له نفسك ايه؟ يقول لك نفسي ادخل مدرسة. ما بيقولش كده، ده بتقول ده الايام اللي بيقولوها كده. زمان لما كانوا بيقولوا له يقول لك نفسي ابقى دكتور، نفسي ابقى مهندس. يعني هو بيبص الهدف بعيد. فان الواحد يكون عنده اهداف ضئيلة، يقول لك عايز اتخرج وعايز شركة مقاولات كبيرة ويبقى عندي فلوس كتير. انا شايف ان دي اهداف يعني وقتية. حتى لو تحقق له ان هو حقق الهدف ده، اللي نفسه بعد كده قاعد بدون هدف مش عارف يعمل ايه. لكن اللي انا شفته زمايلي اللي لهم اهداف كبيره، يمكن تلاقي بعض اساتذتهم طلع على المعاش ولا زال شغال بنفس الاداء بتاعه اللي كان شغال فيه. ليه؟ لان هو له هدف وماشي بالهدف بتاعه، وهدف كبير مش هدف ضئيل بيحاول يوصل. فنصيحتي للاخ اللي هو عايز يتخرج عنده شركه مقاولات او لكل الناس، ان يبقى اهدافنا أهداف بعيدة المدى، هدف بعيد جدا، ويكون النفع بتاعه يشمل ناس كتير جدا. هو ده الهدف اللي يستحق إن الإنسان يثني ساعات عمره ووقته وجهده فيه. كان في نقطة تحول في حياتك؟ والله ممكن تكون دخولي كلية الهندسة. أنا لسه فاكر، يمكن دي من الحاجات القليلة اللي أنا فاكرها، أول يوم جيت في الجامعة وأنا جاي يمكن من عند كلية صيدلة كده، وشفت أسوار الجامعة، فتمنيت من ربنا إن ربنا يوفقني إن أنا أقدر أخدم في هذا المكان وأنتقل بيه إلى مكان أعلى بكتير جدا من اللي هو فيه. ويمكن من كرم ربنا ليا إن أنا قدرت الحمد لله في السنوات اللي أنا قضيتها في الجامعة، الحمد لله ان مستوى جامعه زي دي يرتفع الحمد لله. المشاكل الموجوده هنا في كليه هندسه يعني بالذات، ممكن حضرتك تقول لنا رايك حلها؟ والله طبعا في مشاكل كثيره، لكن المهم ان احنا بنحاول، ممكن اقول لكم بعض المشاكل مش مشكله عندي، لكن المهم ان احنا نقدر سنه عن سنه نتقدم في حل المشاكل. يمكن مشكله مثلا الكليه عندنا مشكله ظاهرة جدا، عندنا التوافق ما بين المحاضرات والسكيشن. توافق ما بين المحاضرات والسكيشن، يمكن ده انا يعني بفتقده جدا، حتى في الفرقه اللي انا بدرسها بحاول بقدر المستطاع ان انا مع المعيدين والمدرسين المساعدين اللي بيدوا السكيشن ان انا انظم معاهم انا هقول ايه وهم يقولوا ايه، بحيث يبقى في تكامل وليس تكرار. لكن غالبا وبحاول دايما ان انا والدكاتره اللي معايا ندخل السكاشن ونتابع
لكن ما بنقدرش نوصل الى توافق بنسبه 100%، لان غالبا لو وصلنا في الحته دي لتوافق بنسبه 100% هنوصل. طبعا لا انكر ان في قصور في المعامل، في معامل كثيره جدا يمكن عندنا في مدني الموضوع مش بالقصور الكبير، لكن لو تروح قسم كهرباء قسم ميكانيكا القصور عندهم كبير. فلعل ان شاء الله ان ربنا اكرمنا نقدر سنه عن سنه ان احنا نسد هذه الفجوه ان شاء الله. ممكن ناخد الجوده؟ انا رايي ان الجوده دي مش هدف. يمكن كثير من الناس تزعم ان الجوده دي هدف، لكن انا في وجهه نظري الجوده دي ما ينفعش نحطها قدام الهدف، لان في كليات كثيره خدت الجوده ولا زال ما فيش جوده في التعليم عندنا للاسف. يمكن كثير من الطلبه يفتكر ان الجوده ان هو في جوده في التعليم، لا، هو الجوده مش لازم ان انا يبقى ليا اسماء براقه، لا، انا ممكن ان انا بنفسي وبتطوير ذاتي حتى لو ما خدتش الجوده. ويمكن المثال المشهور جدا او القصه المشهوره ان بعد الحرب العالميه الثانيه اليابان بعت ناس تاخد دكتوراه في امريكا، فمنهم واحد كان بيدرس صناعه الموتور بتاع العربيه، فلما اتعلم صناعه الموتور كان بيدرس دكتوراه، فقال المشرف بتاعه ان انا هرجع بلدي. انا ما خدتش دكتوراه، قال له ده مش هدف، انا هدف ان انا اصنع موتور عشان ارجع اطور بلدي. اه نفس الكلام المفروض ده الهدف اللي قدامنا، ان احنا عايزين نتطور، سواء بقى اخذنا الجوده او ما خدناهاش. انا في وجهه نظري ان دي ما هياش، بل ان انا واجبي ان انا طبعا لا انكر ان ممكن يكون في الجوده جانب ايجابي، بس واجبي ان انا اخد الجانب الايجابي اللي فيها واقدر ان انا اطوره، ومفيش مانع ان انا احط تصنيفي عليه. مش لازم اللي هم اللي غيري يقولوا ليا يبقى هو ده افضل حاجه تنسبني، مش لازم. انا كل بيئه وكل مجتمع ليه متطلبات مختلفة عن المجتمع الآخر، مفيش مانع إن أنا الجودة اللي هي منصوص عليه البنود بتاعتها ألاقي إن في بعض البنود بتاعتها ما تناسبنيش، وألاقي إن في بنود تانية المفروض أحطها عشان أوصل إلى جودة حقيقية للتعليم. في النهاية أتوضح لحضرتك أسرار النجاح. والله أسرار النجاح اللي أنا خلال سنوات عمري فيها ممكن أخطط ثلاث حاجات. أول حاجة بر الوالدين. دي سر كبير جدا كتير من الشباب بيتخلى عنه ويفتكر ان هو كبر على باباه او مامته. لا، بر الوالدين يمكن يعتبر هو اكبر سر بتنجح فيه في حياتك. لو ما قدرتش انك تنجح انك تبر والديك اكيد مش تنجح في اي مجال تاني. في سرين تانيين مهمين جدا، الصبر واليقين. صبر واليقين. في ناس في كليه الهندسه ويمكن بيشوف الكلام ده كتير جدا، يلاقي مثلا هو اول سنه في كليه الهندسه شال مادة يروح مغير مسار، او يفقد الحماس اللي كان موجود عنده وكان نفسه يجيب امتياز. لا خلاص انا شلت ماده خلاص. في حين انا شفت نماذج ثانيه من الناس شال ماده في اعدادي هندسه وجاب في النهايه تقدير على امتياز. كان ده بجل واحترمه جدا. صبر واليقين. اليقين على ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى لازم هيوفقك. ولو حصل انك انت لقيت انك انحرفت عن المسار بتاعك اللي انت كنت مؤمله، لازم تراجع حساباتك مع ربنا سبحانه وتعالى، وتشوف لعل يكون ربنا وجهك الوجهه دي لخير ليك. يمكن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير. والافتخاره في كل شيء بيخليك مستريح جدا. يمكن انا اول ما اتعلمت موضوع الافتخاره اتعلمته وانا في ثانويه عامه. ان انا كنت بفتخر ربنا وانا رايح امتحن امتحانات الثانويه العامه. زمايلي يقولوا لي يعني بتفتخر على الحاجه اللي انت هتروحها مش هتروحها. الكلام ده مش مظبوط. الواحد بيفتخر على حاجه وهو رايح ليها. مش الحاجه اللي هو متحير فيها. وفي حديث نفس الطريقه اذا هم احدكم بالامر. فمن وانا في ثانويه عامه خليت الموضوع ده قدامي، من كل حاجه رايح اقدم في حاجه، رايح امتحن، رايح اقدم محاضره، رايح حاجه يعني حاجه لا مفر منها ولازم اعملها. استخير ربنا وبرضه باللي ربنا سبحانه وتعالى يقسمه ليا في هذا الموضوع اللي انا متجه اليه،
غلط ظني ان دول هم سر النجاح. لو اي حد مشي فيه وتمسك بيه يعني هينجح اكثر مما نجح.